خديجة ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله خديجة. هذيك توحشتك يا لالا. الله يبارك فيك توحشك الخير. الله لا يختك علينا بارك الله فيك. تواصل معك راه تمشي في حابك. الحمد لله بارك الله فيك بارك الله فيك الله يطول عمرك يا لالا بارك الله فيك. من كنسة كاملين لالا يختك. مرحبا بسلامك. خديجة كتفي يا مستمعة وفي هذيك. أييه بالغير السلام. ولمياء السلمي. لالا يختك يا لالا عندي واحد الاقتراح. اييه مرحبا بهم تفضلي. اييه عندي واحد 300 غرام واحد كاطو سميتو كاطو بريطون تجي ساهل زوين. واخا اشوف سميتو باش نسميوه حتى حنا ربما شي مستمعات بغينا نعاودو. كاطو بريطون قلتي لنا؟ بريطون. بريطون واخا. عندنا 300 غرام ديال الطحين. 300 غرام ديال الدقيق. تقريبا 4 و 2 معالق كبار اللي كيتعطر عليهم. 4 و 2 معالق كبار ديال الدقيق الفورس. عندنا 100 غرام ديال النشا. 100 غرام ديال النشا. تقريبا 10 المعالق كبار. 10 المعالق كبار. عندنا واحد 4 ديال الزبده. 4 ديال الزبده. وجوج كيسان صغار سنيده. وجوج كيسان صغار سنيده. وبيضه كامله. بيضه وحده كامله. وجوج صفار ديال البيض. وجوج صفار ديال البيض. واحد نص خماره. نص خماره ديال الحلوه. وفاني. وواحد فاني. واصفر بيضه اللي تزين. ايه صفر بيضه باش نزين. واخا هادو هما المقادير. قلتي لنا 300 غرام ديال الدقيق الفورس تقريبا جات 4 و 2 معالق كبار. وقلتي لنا 100 غرام ديال النشا تقريبا جات 10 د المعالق كبار ديال النشا و 4 ديال الزبده و 2 كيسان صغار ديال السنيده وبيضه وحده كامله وجوج صفار ديال البيض ونص خماره ديال الحلوه وصاشي واحد ديال الفاني. وقلتي لنا تزين صفر بيضه. تفضل لاله خديجه. كنخدموا الزبده مع البيض وسنيده وتنضيفوا النشا خلاص مع الطحين والخماره والفاني هذاك الشيء بالتدريج. يا هذيك كنخلطوا المقادير كامله وكنقبطوا لاطا دائريه ما تكونش كبيره تكون متوسطه الحجم. كندهنوها بالزبده وبالطحين. راه كيجينا خليط ثقيل ما كتجيناش كيكه راه كتجينا خليط ثقيل. ما تجي ما تجيش بحال كيكه تجي عجينه. ماشي كيكه باش يعرفوا الناس سي كتجينا خليط ثقيل. وكنقرصوها في ذاك المول. واخا. ملي كتقرص كنقبطو صفر البيضه. لان ما يمكنش نديرو صفر بيضه لان بغيت تحرق. الا درنا صفر بيضه بواحد بيتو ودهنا راه غادي ندخلوها للطا بغيت تحرق لنا الوجه. كنخفوها بشويه ديال الماء او شويه ديال الحليب. ايه صفر بيضه مع شويه الماء ولا شويه الحليب. شي معلقه وكندهنوا الوجه. ندهنوا الوجه واخا. ايه ملي تدهنوا الوجه كنديروا شويه الشراطي هكا من هكا طول على الارض على الارض. ايه كيجينا بحال الطامات. واخا. ندخلوها للفران تتجي غباله. لا لا هذه راني نجربها. ايه ما فيهاش مقادير بزاف. لا ما فيهاش مقادير بزاف ودي كاين. عندنا واحد البسكوي. ايه الباستا بالنسبه اللي ما عندوش الاله اليدويه. نعوضوها بيدينا. عندنا 4 د الزبده. اييه. وعندنا 4 د البيضات. وعندنا كاس د الزيت. اييه. وعندنا كاس ما زهر كاس عنبه. وثلاثة د الخمارات. واحد 4 د السنيده. اييه. والطحين حسب الخليط تقريبا كتجينا كيلو وربع. واخا اللي غادي ندخلو. واخا قلتي لنا هاد البسكوي ديال الباستا قلتي لنا 4 ديال الزبده 4 البيضات كاس ديال الزيت كاس ديال المزهر كنعبروا بالكاس العنبه 3 د الخمارات ديال الحلوه 4 السنيده والدقيق اللي غادي يكفانو قلتي تقريبا غادي ندخلو 1 كيلو ربع. اييه تقريبا غاتجينا. كنخدمو البيض مع سنيده مزيان. اييه. والزبده كتكون عندنا رطبه مزينه وكنضيفو الزيت والمزهر والخمارات مع الطحين. ونقطعو نعملوها حرابل. تجينا جهد الغض ديال الصباع الكبير ديالنا تقريبا في الغض. اييه. ونقطعوها نقطعها تقريبا 4 سنتيمتر في الطول. اييه. ونديرو ناخدو فرشيطه ونغبروها في الطحين. ونبسطوها بها. واخا. نديروها في اللاطو وندخلوها للفران بالصحه والراحه. زوينه لاله بالنسبه لوليدات وخفيفه. فعلا وهذا ممكن يديو معاهم المدرسه هكا. اييه خفيفه بزاف. يعطيك الصحه. قلتي لنا ثلاثه الاقتراح حنا كنستناو اقتراح ثالثه خديجه. اييه. مرحبا. خبيزات بعجينه الكريب. خبيزات بالعجينه ديال الكريب. اييه واخا بالعجين الكريب. واخا. عندنا واحد عجينه الكريب كنحتاجو نص لتر ديال الحليب. نص لتر ديال الحليب. وربعه ديال الطحين. وربعه ديال الدقيق الفورس. اييه. وثلاثه البيضات. ثلاثة البيضات وشوية الملح قبيصة الملحة وشوية البزار
وجوج معالق الزبده دايبه. وجوج معالق ديال الزبده مذوبه. اهيه. واخا. قلتي لنا خبيزات بالعجين ديال الكريب. الكريب. قلتي لنا فيه ربعه ديال الدقيق الفورس. ايه. ونص سيترو ديال الحليب. ايه. ثلاثه ديال البيضات. وقبيصه ديال الملحه. وشويه ديال الابزار وجوج معالق كبار ديال الزبده مذوبه. نصلصو كل شيء في الخلاط الكهربائي. ايه. ونخليوها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق. ونخبزوهم ونعجدوهم رقاق ما يكونوش برد. نعجدوهم خبيزات. يعني ملي غادي الا سمحتي الله يخليك خديجه دابا ملي غادي نديرو كل شيء في الخلاط ياك غادي يكون مازال سائل شويه. ايه غادي يكون مازال سائل. ايه. ونسيطر الحليب عندنا. لا مع قلتي لنا غادي نخبزوه يعني غادي تجينا مجموعه من بعد من السالي وحنت دابا لا غادي يجينا عجين الكريب سائله هكذاك واخا نسيطر بالحليب مع ربعه ديال الطحين اييه نجنوهم ونخليوها نحتفظوا بها ديما نصابوا الحشو واخا ونخليهم نعجنوهم ونعجنوهم رقاق ونحتفظوا بهم والحشو غنحتاجوا جوج بصلات مشلبين اييه ومشحرين وزيدوا عليهم واحد ربعه ديال الكسته ديال بيبي ونشحروا كل شيء ونضيف عليهم واحد الرابعه ديال الزيتون مقطع ميه وشويه ديال الشامبينيو واحد شي 100 غرام هكاك تاهو مقطع طريفات ميه وناخذ هو الحشو ديالنا موجود كلشي شحرناه والحشو ديالنا موجود كناخذوا ديك الخبيزات هذاك الكريب اللي وجدنا وتنبسطوا كنعملوا الحشو وكنتنيو بحال المسيمنات واخا تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه شتي ومن كتنوم بحال المسمن بالنسبه لي تعبر على عيد المسمن كنديو بحال المسمنات كنقبطوا لنا لا شابلور كناخذوا واحد ثلاثه البيضات مطربين ولا شابلور ثلاثه شابلور وكنمصوهم في هذاك البيض ونديرهم في لا شابلور اييه ناخذوا بلاطه ونديرهم الجهه اللي طوبنا الجهه اللي طوبنا الطويل هي اللي كنديروها لتحت اييه باش ما يتحلش لينا واخا ما كيتحل شي عرفتي راه كيجيو روعه لا لا فعلا كيجيو ولدات بزاف سوا كفته ولا سوسيس ولا اللي كان واللي كان كشر اللي كان حشو حسب الاختيار اللي عندها غادا نتفيمي ولا عطا الله تبارك الله عليك خديجه شكرا لك بزاف اييه واخا مرحبا بي لا ساهل عرفتي دغيا بالنسبه هذاك عصير سهل واخا خديجه ما كنسمعوكش مزيان نعم لا فهمتي لا والو لا كيتقطع الصوت نعم لا لا واخا دابا مزيان دابا مزيان خديجه اييه كتحتاجوا نص سيترو الحليب نص سيترو الحليب واحد جوج ياغورت حسب الذوق اما منك اللي بغينا اييه وسميتو واحد الرابعه ديال السكر كلاصي رابعه السكر كلاصي المهم على حسب الذوق اللي بغى يزيد اللي بغى ينقص واحد جوج حامضات معصرين جوج حامضات معصرين اييه هذا هو اللي كاين بلسان كل شيء كنديروه في الخلاط الكهرباء ونسيطر الحليب اييه عطيتينا سيترو الحليب وجوج ياغورت باي نكهه ما عدا النكهه ديال الفخيز وربعه السكر كلاصي وجوج ديال عصير حامضات اييه وكل شيء كنديروه في الخلاط الكهربائي ومده شي 10 دقائق حنا كنطربوا باش كيدير ديك الرغوه اييه وكنديروه يبرد ونديروه في كؤوس تيجي تا هو خاتو كيجي غزال دغيا تبارك الله عليك خديجه الله يعطيك الصحه شكرا لك بزاف على هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا ربي يخليك اللي خطاك ونتمنى نولي نتواصلوا معايا ان شاء الله ونتواصلوا معكم ان شاء الله لان راه تقريبا شي 15 يوم وانا كنتواصلت في الخط اليوم ان شاء الله الحمد لله مرحبا بك في اي وقت خديجه من فاس شكرا لك بزاف على تواصلك معنا مرحبا مرحبا ودي وليداتها والزوج ديالها عبد واحد الجبوري والله يسهل عليكم ويعاونكم ولا شكرا لاله سميحه على الصواب ديالها وعلى الصبر ديالها ولا الحفيظه مرحبا بك صديقة وفية لبرنامج المولاتي على مدى